اهلا مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الجزء الثاني من حلقه الليله من استديو 9. ماذا جرى في السودان اليوم؟ اهلا ومرحبا بضيفنا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الرحمن، وهو الاكاديمي السوداني. دكتور محمد، سعداء بوجودك معنا في استديو 9. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا استاذنا الكريم. حياك الله دكتور محمد، وانت يعني المطلع بشكل مفصل على شؤون بلدك السودان، ما هي روايتك لما جرى اليوم؟ هل نحن أمام محاولة انقلاب فاشلة أم ماذا؟ الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أنا في الحقيقة من الذين يقولون أنها محاولة ساذجة وفطيرة، يعني إن لم تكن أصلاً غطاء لأمر آخر يدبر بليلة. أنا أقول أنها دراما. الجيش نفسه لم يسميها انقلابا، هؤلاء الناس سموها انقلابا لحاجة في نفس يعقوب. قطعا أنا أتصور أنها مسرحية سيئة الإخراج. مين هؤلاء الناس؟ تقول هؤلاء الناس سموها، أقول حكومة حمدوك قطعا، يعني أو بالأصح هو ووزير ثقافته ووزير إعلامه والناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، يعني المكون المدني في هذه الحكومة الانتقالية الحقيقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عن هذا البلد عاجلا غير آجل. فهم يعني حتى العسكر لم يقولوا محاولة انقلابية، وإنما يعني العسكر قالوا هذه تحركات عسكرية. والناس يقولون يعني الآن أن الموضوع أصلا كان في تذمر من الجيش ومن كثير من قيادات الجيش، في أن الجيش لم يستطع أن يحسم كثير من القضايا، ومنها قضايا التفلتات الأمنية التي يعني أصبحت ظاهرة حتى في وسط العاصمة الخرطوم وفي وضح النهار. القضية لم تعد، لكن دكتور محمد، في الليل ولا كذا دكتور ولا محمد ولا. وأنا أقول أوصاص تفضل. فقط أود أن أقول أن لا يوجد شيئا، نحن في السودان تعودنا على الانقلابات ونعرفها جيدا، لا يوجد ولا واحد من سمات الانقلاب يمكن أن تنطبق على هذه المحاولة أبدا أبدا. لا التوقيت، لا يعني القوات كما وكيفا، ولا حتى يعني المواقع التي ينبغي أن يستولوا عليها. يا أخي الرجل يا مذيع قناة الجزيرة يقول والله يا الجماعة قالوا له في التلفزيون إنه جاء ضابط ومعه مجموعة مدنيين ومعهم بيان، قالوا له نحن نريد أن نذيع هذا البيان، فرفض لهم فأعطوه البيان وذهبوا. بالله عليك، هل هناك انقلابيون يأتوا ليقولوا هذا الكلام؟ إذا جاءوا لإذاعة وتلفزيون يقتحموا بسلاحي ويضع المسدس على رأس المخرج والمذيع والذين ينبغي لهم يعني كرها أن يتعاونوا معهم ليذيعوا البيان. هذا الكلام يعني لكن دكتور محمد نعم، وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم قال بأن يعني قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا. نحن أمام مجموعة انقلابية يقودهم لواء ركن، هكذا أعلن وزير الدفاع السوداني مش أنا. بكراوي ده جاء على التوقيل من مصر وكان في رحلة استشفاء، بل حتى أنا سمعت أنه قد فقد إحدى ساقيه، وأنه يعني في الغالب يعني ديون مفروض معاش على طول يعني حتى من هناك. فيعني ما هل تتوقع أن يحصل هذا؟ على كل حال، هو أن يكون هناك إشكاليات وتذمر داخل الجيش فهذا بالقطع وارد وبالقطع موجود. هذا موجود ليس من الآن، هذا موجود من أكثر من سنة ونصف أو حتى سنتين، من بداية هذه الثورة ومن بداية مشكلات الحكومة وتغيراتها وقضايا الصراعات السياسية والسيولة الأمنية الموجودة وعدم الاستقرار السياسي الكبير، وكل هذا كان واضح، وفساد المعاش وإشكاليات ضخمة جدا جدا في 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 الفشل الذريع في إدارة الدولة من حكومة حمدوك، جعل هؤلاء العساكر قطعا
يعني يتذمرون، لأنهم في الأخير هم الذين سيتحملون كل مشكلات عدم الأمن. فهذا إشكال حقيقي يعني. فكون هناك تذمر، صحيح هناك تذمر ما في شك، لكن الجيش إذا أراد أن أستاذ الصالح، الجيش إذا أراد أن يفعل انقلابا فهو لا يفعله بهذه الطريقة الفطيرة في قيادة المدرعات فقط، أو في الجيش أول ما يفعل يستلم القيادة العامة للقوات المسلحة، الجيش أول ما يفعل يستلم الإذاعة والتلفزيون بل وكل القنوات الخاصة والعامة. الجيش إذا أراد أن يعمل انقلاب يغلق كل الكباري ويقطع يعني أوصال المدن الثلاثة في العاصمة من بعضها ويستولي على كل المواقع الاستراتيجية. هذا لم يحدث في ولا في موقع استراتيجي واحد لم يحدث. كيف يسمون هذا انقلابا؟ هذا حراك داخل الجيش. هذا إن كان الوضع حقيقة كما يقولون، ليس لأحد حتى الساعة معلومات تفصيلية عما حدث. أستاذ صالح، حتى اللحظة التي أكلمك فيها كلها عبارة عن تكهنات وعبارة عن استنتاجات وتحليل لخطاب حمدوك ولخطاب بيان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، والحقيقة خطاب البرهان لقوات قوات المدرعات في لما التقى. وعندك بيان الجيش يا دكتور محمد، دعني أتابع معك بيان الجيش السوداني حول ما سمي بالمحاولة الانقلابية في السودان. تفضل مشاهدينا، هذا بيان الجيش السوداني دكتور محمد. واضح يقول لك نحن أمام محاولة انقلابية فاشلة وتم اعتقال مجموعة من الضباط. على كل حال يعني الذي أقوله، حتى إن كان كما قلت لك، حتى إن كان حدث ذلك فهي لا توجد فيها أركان الانقلاب الكاملة البتة. حتى إن سماها هذا الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أنها انقلاب، هؤلاء الناس حاصروهم في 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 في, في, في قيادة المدرعات، لم يستولوا على أي مكان استراتيجي. يقول لك كل المواقع التي استولوا عليها، أي مواقع دي التي استولوا عليها؟ الانقلاب حينما يأتي كما قلت لك تستولي على القيادة العامة وعلى الإذاعة وعلى التلفزيون وعلى القنوات الفضائية الفاعلة، ويستولوا على الكباري ليقطعوا أوصال المدن حتى لا يتحرك الناس إذا أراد الشعب أن يتحرك. هذا هو الانقلاب، هذا هو الانقلاب، ويعلن طوارئ ويكون عندهم أصلا من خلال يا دكتور خلال هذا هو الانقلاب الناجح. هذا ما تقوله عن انقلاب ناجح، الانقلاب فاشل، محاولة فاشلة. وهذا الذي أقول، لذلك البرهان لم يسميه أبدا انقلابا حينما تكلم مع الجيش، كررها أكثر من مرة، كان يقول حراك وكان يقول تحركات، لا 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 لم يقل انقلابا ابدا، ولنسميه انقلابا يا استاذ صادق. لم طب انظر الى كلام رئيس الحكومه يا دكتور. دكتور محمد خلينا نتابع رئيس الحكومه عبد الله حمدوك ماذا قال في هذا الفيديو. تفضلوا مشاهدينا. اجتمعت مع قياده قوى الحريه والتغيير واجريت اتصالات مستمره مع رئيس مجلس السيادة وسؤالي متابعة هذا الوضع الهام ووضع الحقائق أمام شعبنا. ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي. سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق المواني وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية. الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها في مبادرة رئيس الوزراء الطريق إلى الأمام، وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة وطريق يؤدي إلى الانتقال
دكتور محمد، بحسب رئيس الحكومة هذا انقلاب مدبر من داخل وخارج القوات المسلحة. رئيس الوزراء بالمناسبة قال هذا الكلام، وأيضا وزير إعلامه قال هذا الكلام حتى قبل استبيان أي شيء، حتى قبل بيان القوات المسلحة التي تعرف أفرادها وهي التي تستطيع أن تعرف من هم وما هي انتماءاتهم ومن أين جاءوا هؤلاء الناس. أخي، لماذا نقول أنها قضية لعلها مقدمة لشيء دبر بليل؟ يعني حمدوك وحكومة فاشلة التي يعني فقدت الشارع السوداني منذ زمن، في الحقيقة فقدته تماما. الناس ما طلعت التلفزيون وقال لو قال للشعب السوداني خرجوا للدفاع عن ثورتكم والدفاع عن، لم يخرج أحد، لأن الشعب السوداني خلاص مل. الشعب السوداني قال لهم أخطونا كما تقول واحدة من الحملات. فهؤلاء الناس، أنا شخصيا أعتبر أن هذا الاستباق لرئيس الوزراء عنده كثير من الـ هو استعجال في الحقيقة لكسب سياسي، لضرب خصوم. وأنا في الحقيقة أتصور أن هناك عدد من الأشياء من وراء هذه الأحداث. أولا، في عدد من الأشياء يريد تحقيقها، أولها ضرب التيار الإسلامي، وده أعلنوه بالمناسبة، أعلنوا الكلام ده إنهم يعني، وكان في تسريبات كثيرة. لا، خليني أسألك دكتور محمد هنا، من المستفيد من تدبير مسرحية انقلابية في السودان اليوم إذا اتفقنا على توصيفها بذلك جدلا؟ مستفيد التيار اليساري بالكامل، مستفيد حمدوك ومشروعه ومن معه، مستفيد مشروع هؤلاء الأجانب الذين جاءوا على سرج القوات الأممية أو جاءوا على سفارات أو جاءوا على غيره، الذين يعني هذا المشروع الذي دبر للسودان والذي يعمل الليل والنهار ليجدوا مسارب ليدخلوا من خلالها لتنفيذ هذا المشروع، وهو مشروع التفتيت، مشروع إذا لم يتم الإقصاء فليتم الحسم وليتم سحق التيار الإسلامي في السودان. هذه قضية أنا شخصيا أصبحت مقتنعا بها تماما، فهي هذه واحدة بالمناسبة من الأسباب. ثم ضرب الحراك في الشرق، هذه بالنسبة إليهم فرصة كبيرة جدا ليضربوا الحراك في الشرق. انظر مباشرة حمدوك ربط هذا الأمر بالحراك في الشرق، صحيح لم يصرح لكنه قال إغلاق الطرق ومش عارف إيش، وسبقه تدبير كثير بفوضى في المدن ومش عارف ايش واغلاق الطرق. هو يقصد يعني حراك الشرق صاحب المطالب الحقيقيه، المطالب الحقه، مع اختلافنا مع تلك او اتفاقنا معه، لكن هذه مطالب حقيقيه، هي مطالب الشرق كله بالمناسبه، بل هي مطالب السودان، كل السودان. تلك قاعد يقول لهم انتم اقصيتم قطاعات ضخمه جدا من قطاعات الشعب السوداني، بل منها أقاليم كاملة زي الإقليم الشرقي، أقصي بالكامل في هذا المشهد بكامله، لا باستشارة ولا بتعيين ولا بمشاركة ولا بغيره. فهذه نقطة أخرى، وهم بالمناسبة حراك الشرق يخيفهم، لأن حراك الشرق وقف معه الشمال، ووقف معه الوسط، وحتى بعض الغرب وقف مع حراك الشرق. والمشكلة وبس، قبل يومين من الآن هناك كثير من الفعاليات قررت أن تخرج هي الأخرى وأن تغلق هي الأخرى ما تستطيع إغلاقه لتلتفت إليها الحكومة، لأن الحكومة يا أخي صادق تلتفت إلى الحلو اللي رفع السلاح وكان متمردا وأصر على أن يعني يملي على الشعب السوداني العلمانية وفصل الدين عن الدولة. الدولة ذهبت وجلست معه مع أنه يرفع البندقية، بل ويهدد إذا لم توافقوا على فصل الدين عن الدولة أنا سأتمرد وسأقاتل. تلك الذي يقول سلمية ويقول والله نحن عندنا مطالب ومطالبنا 1 2 3، ويقول والله نحن حتى مطالبته بذهاب هذه الحكومة والإتيان بحكومة التكنوقراط مطلب، لما لا يكون مطلبا؟ يقول يشتغلوا ضد الحكومة الانتقالية. الناس ليس ضد الحكومة الانتقالية، الناس ضد حكومة فاشلة. الناس تريد حكومة انتقالي وتريد وجود حكومة انتقالية، لكن حكومة انتقالية حقيقية، حكومة تكنوقراط تستطيع أن تخرج البلد من 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 إلى بر الأمان.
هذا الذي يريده الشعب السوداني، فهم يريدوا أن يضربوا بهذا أيضا حراك الشرق، وهي فرصة بالنسبة لهم، لأن الجيش رفض لهم أن يضرب هذه الحراكات وأن يضرب هذه الإغلاقات. الجيش رفض أصلا أن يستعمل السلاح لا ضد الشرق ولا ضد غيره في هذه الإغلاقات. فهم الآن يريدوا أن يقولوا للجيش ها رأيتم تحركوا. الشيء الثالث تفكيك القوات المسلحة. هؤلاء الناس هذه المحاولة الانقلابية الآن، وقال حمدوك ضمن خطابه شفت كيف أنه لازم لابد من إعادة النظر في قضية القوات المسلحة وإصلاح القوات المسلحة. القضية ليست إصلاحهم، لا يريدوا إصلاحا، هم يريدوا تفكيك القوات المسلحة. هم الآن يتصوروا أن عندهم 8 جيوش 9 جيوش جاءت من خلال الحركات المسلحة غيره وغيره، يريدوا لهذا البلد ريفورميشن على ضوء مشروعهم الذي أتوا به. والأمر الرابع من أجل أن يفكك الجيش، من أجل أن يهيئ المسار أيضا للقوات الأممية التي فشل حمدوك في أن يهيئ لها المناخ من أجل أن تأتي. ولذلك يريد أن تتحول قضية القوات الأممية إلى الفصل السابع بدل الفصل السادس، لتدخل ولتأتي بقوات وقوات حماية ومش عارف إيش، ونحمل المسار الديمقراطي. مسار الديمقراطي يا رجل، هذا العالم البائس، هذا العالم غير المنصف الذي يكيل بمكيالين، يقبل الدكتاتوريات ويقبل الانقلابيين في كل مكان، في مصر، في غيره، في كذا، في غيره، يقبلهم، يقبل في جاد لكن لا يقبل في السودان، لأنه يعرف أن هذا البلد بلد مسلم وأنه بلد نصير للدين وللإسلام. لا يريدون أن نستقر أبدا، لا يريدون أن نستقر. عملوا ضد هذه الإنقاذ عشرات السنين. صحيح نحن نقول والله الإنقاذيون للأسف الشديد هم الذين أدخلونا في هذا المأزق الكبير الذي كان يمكنهم أن يفعلوا شيئا أفضل من هذا بكثير للأسف الشديد. هي هذه المصيبة يا دكتور محمد. أنا تركتك دكتور تطرح، دكتور محمد تركتك تطرح كلام وجهة نظرك بالنسبة لأهداف من دبر هذه المسرحية، إن سلمنا جدلا بأنها مسرحية وليست محاولة انقلابية جدية، ووصلت نعم. ووصلت إلى الإنقاذ. يعني أليس من كانوا يرفعون شعارات الإسلام في النظام القديم هم من قضوا على السودان أيضا ودمروه وأفقروا شعبه؟ هذا صحيح. لهم يتحملوا جزءا كبيرا من الوزر، حتى من وزر هذه المرحلة الانتقالية البائسة السيئة، يتحمل جزءا من وزرها الإنقاذيون، ويتحمل جزءا من وزرها الإخوة في المؤتمر الوطني، يتحملوا هذا لأنهم للأسف الشديد يعني فقدوا البوصلة في النصف الثاني من حكمهم بالكامل. فقدوا البوصلة وفقدوا طريقهم في بناء المشروع الإسلامي الحقيقي الذي كان يمكن أن يقتنع به كل الشعب السوداني، والله حتى غير المسلمين كانوا يمكن أن يقتنعوا بمشروع إسلامي حقيقي يعني فيه عدالة ومساواة، يضرب على يد الظالم وعلى يد الفاسد وينشر العدالة وينشر التنمية. كان يمكنهم، بل حتى كان يمكنهم بذكاء أن يتعاملوا مع كل هذا العالم، لكننا للأسف الشديد هكذا أراد الله. خليني أسألك الآن بصراحة دكتور محمد، بعد ما جرى اليوم، هل سيستغل أهل الحكم في السودان ما جرى من أجل استئصال من بقي في الجيش من إسلاميين؟ يعني هل هناك رأي عام في السودان يقول بعد اليوم، بعد هذه المحاولة، يا برهان ويا حمدوك استأصلوا الكيزان، من يسمونهم بالكيزان، من الجيش السوداني؟ هو هذا الذي كنت أقول، يعني ليس فقط من الجيش، هذا مشروع كبير مرتب مع بعض دول المنطقة ومع بعض السفارات وبعض المرتب، هذا مرتب في أن يشيطنوا، بل يعلنوا كثير من المجموعات أنها جماعات إرهابية. أزيدك علما، بل بعض الناس، أنا قرأت في بعض الأسافير، بعض الناس يتكلموا من هم يعني محسوبين على 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 على, على هذه الحكومة، يقولوا والله حتى المؤتمر الوطني يعلن جماعة إرهابية، تنظيم سياسي، حزب سياسي تعلن جماعة إرهابية، يعني شيء غريب جدا جدا جدا. لذلك أنا قلت لك هم الآن يستعجلون. لكن دكتور محمد، دكتور محمد طول بالك، هذه المحاولة اليوم
بهذه السذاجة كما وصفتها أنت وهذا الضعف، ألا تدل أيضا في المقابل على ضعف الإسلاميين داخل الجيش؟ هذه ليست محاولة الإسلاميين، هذه ليست محاولة الإسلاميين. الإسلاميون إذا أرادوا محاولة، أستاذ صادق أنا أبشرك، إذا أرادوا محاولة الإسلاميون والله الذي لا إله غيره في 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 ساعات تكون الخرطوم بل كل السودان معهم، حتى الجيش يكون معهم، صدقني أنا أقول هذا الكلام، الإسلاميون الصادقون. تراهن على سراب ربما هنا يا دكتور محمد، أنت تراهن على سراب؟ لا لا، ليس على سراب، أنا لا أراهن على سراب، أنا أراهن على أن هذا الجيش بالإنقاذ وبدون الإنقاذ، هذا جيش فيه شرفاء وفيه يعني الإسلامي ليس بالضرورة أن يكون منتميا لحركة إسلامية ولا لغيره، الإسلام إذا واحد مقتنع بدين الله تعالى، مقتنع بأخلاق الإسلام، مقتنع بأن السودان دولة الأغلبية المسلمة، مقتنع بأن الشريعة ينبغي أن تكون هي الأصل في 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 في, في قضايانا وحكمنا، مقتنع بالأعراف الصادقة الصالحة لهذا الشعب وهذا مقتنع البلد. بأن مقتنع التطبيع مع العدو الصهيوني جريمة السودان، ولا يمكن فصل الدين عن الدولة، وهؤلاء يساووا دكتور محمد 70% من الجيش السوداني بما فيهم برهان وحميتي وكل هؤلاء بالمناسبة ليفهم الشيوعيون كيف دكتور دكتور محمد دكتور محمد حتى برهان وحميتي من هؤلاء اسمعوا حتى برهان وحميتي من هؤلاء أحمد الذي نظر للتطبيع مع العدو الصهيوني من هؤلاء فقدنا الصوت طيب خلينا نتابع إذن هذا الفيديو قبل أن نكمل مع الدكتور محمد تفضلوا هذا رئيس مجلس السيادة السوداني مشاهدين الكرام عبد الفتاح البرهان متحدثا لضباط وجنود سلاح المدرعات مشيدا بأدائهم محذرا من انقسام الجيش وانقسام البلد دكتور محمد عبد الرحمن تسمعني دكتور محمد تسمعني الآن نحاول التواصل مع الدكتور محمد عبد الرحمن إذن لاستكمال ما بقي من حلقة الليلة من استديو التاسعة دكتور محمد إذا كنت تسمعني ارفع الميوت دكتور محمد طيب إذن واضح بأننا نواجه مشكلة في التواصل مع الدكتور محمد عبد الرحمن وكنت الآن أم ميوتي الآن أسمعك تمام ممتاز دكتور محمد استمعنا للبرهان قبل قليل في فيديو أثناء زيارته لضباط سلاح المدرعات أين البرهان وحمدتي من توصيفك السابق وضعتهما في سلة الضباط وعناصر الجيش الإسلاميين أو الشرفاء إذا بدك نعم أنا قلت أن الجيش معظمه حتى بقياداته العليا ناس مقتنعين تماما أنه لا 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 يعني ما في شيء اسمه فصل الدين عن الدولة ولا في شيء اسمه دولة علمانية تعلن هكذا بس دكتور محمد دكتور محمد هؤلاء هم من طبع مع العدو الصهيوني وحمدتي نظر لهذا الأمر أنا قلنا رأينا في هذا بالكامل في قضية التطبيع هذه واحدة من طاماتهم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا يعني كما يقال في طيب دكتور محمد خليني أسألك أين الجنرال محمد حمدان أين الجنرال محمد حمدان حمدتي مما جرى اليوم هذا سؤال مشروع في الحقيقة وهو سؤال ينتظر إجابة الحقيقة ليس حقيقة من كل الشعب السوداني حتى الآن الجنرال حمدتي لم يصرح بأي شيء ولم يصرح الدعم السريع بأي شيء لا أدري هل اكتفوا بأنهم جزءا من المكون العسكري واكتفوا ببيان المكون العسكري أم أنهم يعني سيتكلموا لاحقا شو قصدك دكتور يعني معقول يكون متورط يعني معقول حمادتي متورط في ما جرى اليوم لا أتوقع ذلك البتة حميتي أذكى من ذلك بكثير وأنا كما قلت لك آخر سؤال حتى لا نعيد دكتور محمد هل في خلفية دكتور محمد حتى لا نعيد انتهى الوقت ماذا لم يصرح دكتور محمد يا دكتور انتهى الوقت آخر سؤال نعم هل هناك خلفية للصراع المدني العسكري كما يوصف
لما جرى اليوم من محاولة انقلابية؟ طبعا طبعا، للصراع المدني العسكري دخل، للصراع المدني المدني دخل، للصراع العسكري العسكري دخل، كل هذا موجود، كل الصراعات دي الحقيقة للأسف الشديد موجودة، وهي التي تعيق هذا البلد وتعيق الانتقال، وهم يعرفون ذلك، هم يعرفون ذلك تماما. فهناك عوائق حقيقية، وفي تخوف كبير أيضا يا دكتور محمد. دكتور محمد، هناك تخوف كبير أيضا بالنسبة للخرطوم، يقال بأن هناك مجموعات عسكرية استوطنت الخرطوم وجاءت من الخارج، وأي محاولات انقلابية أو محاولات لتحرك عسكري ربما سيحول الخرطوم إلى بركان متفجر وصراعات محتدمة. هو نحن لا ندعو لأي انقلاب، مع أن أكون صريحا معك، مع أن الشعب السوداني الآن سيرحب بأي تغيير من شرفاء يعيدوا لهذا البلد أمانه وضمانه، ويعيدوا ويوقفوا على أقل تقدير هذا التدهور. شكرا شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد عبد الرحمن، المحلل السياسي والأكاديمي السوداني، شرفتنا في الاستديو 9 للحديث تتم معك حول المشهد السوداني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.